رجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لتاني فقراتنا المناورة. الراجل والست في البيت كل واحد بيبقى ليه دور معين بيعمله لازم يقوم بيه على أكمل وجه. ممكن يأثر شوية، ممكن حد من الاتنين يأثر بسبب ضغط الشغل أو زحمة الحياة. هنا بقى بيجي دور الطرف التاني إن هو يقومه، إن هو يسد معاه الفجوة اللي ممكن تحصل. لكن في الآخر الحكاية مسؤولية الطرفين. أي زوجين أو أي أسرة بيبقى عندهم أكيد هدف الاستقرار والسعادة وإن حياتهم تبقى زي الفل، لكن في الرحلة دي كل واحد من الطرفين بيبتدي يلوم على الطرف التاني لو حصل عكس ده. فإحنا هنا بقى بنسألكوا، السعادة الزوجية مسؤولية مين، الراجل ولا الست؟ انت شايفه ان السؤال صعب جدا. مسؤوليه الاثنين اكيد. جدع. طبعا الحياه كلها يعني المفروض انها مشاركه ما بين الراجل والست، لكن زي ما بيقول الرجاله قوامون على النساء في حاجات معينه، وكمان الستات قوامه عن الرجاله في حاجات تانية مختلفه تماما. بشوف ان الست دايما هي القائد في الامور العاطفيه، التوازن اللي بيحصل جوه البيت، لان فعلا الراجل مش مهمل، لا احنا هنقول ان هو بينسى قد هو كمان ما بيعرفش يركز في التفاصيل الصغيره. يعني مثلا لو جبنا مثال، مثلا ان الراجل نسي عيد جوازكم، انت طبعا اي ست طبعا هتقلب الدنيا ومش هتقعدها خالص. لكن لو العكس حصل هو بالنسبه له يبقى الموضوع عادي. ليه بقى؟ لان هنا الاختلاف ما بين الراجل والست، مفهوم السعاده والاهتمام بيختلف تماما ما بين الراجل والست، عشان كده دايما بيحصل اختلاف. ودي النقطه اللي احنا محتاجين هند نركز عليها، ان ما ينفعش احاسب الراجل على حسب ما انا عايزه. هو كائن مختلف تماما، يفكر يعني يفكر غير مختلفه، مش لازم اللي بيبسطني يكون بيبسطه. صح، هي صح. دي النقطه. انت في جمله كده بتقول مؤخرا الاهتمام ما بيطلبش، انت من وجهه نظرك هل الاهتمام بيطلب؟ لا بيطلب. بيطلب. ماشي، يعني انا معاكي على فكره، بس انا استغربت ان في حد شايف غيري ان الاهتمام بيطلب. بيطلب. احنا ده طبعا هنخليه فقرتنا اللي جايه نتكلم فيه اكتر. يعني لكن خلينا نقول انه ممكن اطلب الاهتمام مره ولا او اتنين، لكن لو اللي قدامي برضو مش شايفني خالص اكيد مش هبقى سعيده. مسؤوليه الاستقرار والسعاده الزوجيه للراجل اكيد، يعني الراجل هو المسؤول عنها بشكل مؤكد، وده لان الست بتحتاج حب اكتر، بتحتاج تحس ان اللي معاها بيحبها بيقدر وجودها، ومش لازم توصل لمرحله انها تطلب منه زي كده الفيلم بتاع هند صبري عايزه ورد يا ابراهيم، لان الورد ساعتها مش هيبقى ليه قيمه. بعدين خلينا نقول انه مسؤوليه الست في البيت اكبر بكتير من الراجل. الست شايله العيال، شايله مسؤوليه كامله، شايله البيت مسؤوليه كامله بكل تفاصيله، طلبات البيت، طلبات جوزها، اوقات بتبقى بتشتغل كمان عشان تساعد في البيت، فهي بتبقى شايله كل ده، وهو عايز يرجع من الشغل يحط رجل على رجل ويلاقي قدامه كده قمر وشكلها حلو وشعرها حلو. ازاي؟ حاجه صعبه. بصي، في حاجه كده اسمها لغات الحب الخمسه، يعني كل واحد ليه لغه الحب بتاعته او الطريقه اللي يحب الطرف الثاني يعملها علشان يحس فعلا بالحب ده، واللي بالنسبه له بتمثل مشاعر كبيره وقيمه كبيره. وانا شايفه زي ما قلت ان الفارق دايما في ان محدش بيبذل المجهود في انه يعرف التاني عايز يتبسط ازاي. فلو انا اللي قدامي ما بذلش مجهود عشان يعرف انا عايزه اتبسط ازاي او هرضى ازاي او بحب ايه، انا هضطر اقول، يعني انا هبتدي اقول، بس انا وجهه نظري ان القواله دي تبقى في بدايه العلاقه، يعني مش هفضل اقول طول العمر. يعني كل واحد بيبقى ليه هديه معينه عايزها حلوه لنفسه، لكن بالنسبه لي لو انا هفضل اقول كل مره انا عايزه ايه زي ما هند بتقول كده، هيبقى الموضوع بالنسبه لي ملوش اي لازمه. احنا بندي فرصه مره واحده استاذه هند، صح؟ انا بدي يعني من بتاع 13 كده، ده حلوين قوي. يعني في الرينج يعني بتاع 13 بس كده. يعني خلينا نقول برضو انه ممكن يعني اللي بيحبك ده يقعد يلف بلاد الدنيا كلها علشان يعمل لك اي حاجه تتبسط بيها من وجهه نظره، لكن انت بتبقى عايز حاجه تانية او بتبقى عايز حاجه اقل. يعني ممكن راجل يروح يجيب لمراته هديه غاليه جدا، بس هي مش عايزه الهديه دي، عايزه كلمه حلوه. فعشان نحل بقى الجدل ده ونعرف السعاده الزوجيه مسؤوليه الراجل ولا الست، هيكون معانا بعد الفاصل الراي والراي الاخر، هنسمعهم ونشوف مع بعض مين المسؤول عن السعاده الزوجيه. استنونا.